في الرياضة، وقبل الأخبار المتداولة والمنسوبة إلى النجم العالمي الجزائري رابح ماجير، خرج صاحب العقب الذهبي عن صمته ورد على كل ما نسب إليه من أقوال، وقال: قررت منذ فترة تجنب الحديث عن المنتخب الوطني لأن تصريحاتي تفهم بالغلط. وقال ماجير في تصريح إعلامي لقناة النهار الجزائرية: حزنت ككل الجزائريين بإقصاء الحضور، لكن هناك بعض الأطراف تريد تشويه سمعة ماجير بأي طريقة كانت. وأضاف نجم منتخب الجزائر وبورتو البرتغالي في الثمانينات قائلا: كنت وسأبقى سفير الجزائر في المحافل الكبرى، وفخور بمشاركتي في حفل قرعة كأس العالم كلاعب جزائري. وفيما تعلق بالأخبار التي تم تداولها مؤخرا على لسانه عبر العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، والتي مفادها أنه قلل من شأن خسارة المنتخب ضد الكاميرون، أوضح رابح ماجير أن اسمه أصبح مستهدفا من وسائل إعلام أجنبية، وطلب من الجزائريين عدم تصديق كل ما ينقل باسمه.